العشرة ديال الدوام مقدمة لكم من طرف أفريقيا. السلام عليكم مستمعين الكرام ومرحبا بكم في مسابقة العشرة ديال الدوام اللي من خلالها كتفوزوا معنا بعام ديال الوقود يوميا مودة لكم من طرف أفريقيا على إذاعتكم أم أف أم. ودابا غنمشيو نتعرفوا على الفائز ديال هاد النهار. ألو السلام عليكم. السلام عليكم سي محمد حمامي. نعم لاباس عليك كلشي بخير؟ لاباس الله يبارك فيك. كي داير مع الصحيحة مزيان؟ والحمد لله ونشكره. قولي سي محمد شمن مدينة انت؟ من خنيفرة. من خنيفرة مرحبا بالناس ديال خنيفرة. بارك الله فيكم حبيبي. سي محمد قولي شنو نوعية العمل ديالك؟ سائق شيفو. سائق سائق اشنو؟ سيارة الأجرة ولا طوموبيل عادية؟ لا بيكوب. هكداك بيكوب وكاميو. مزيان كيدير مع العمل بخير؟ الحمد لله ونشكر الله ومالك الحمد. قولي سي محمد ما دزتيش هاد الايام عند افريقيا؟ لا ديما كندوز عندهم ديما كندير المازوت من افريقيا. ديما من افريقيا كندير المازوت ديما شحال هادي ماشي تقريبا كل يومين ثلاث ايام كندير عندهم المازوت. مزيان سيدي محمد قولي كيدير العائله بخير؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. ما عمرك جبتي شي كادو للزوجه ديالك ولا الوالده ولا؟ مره كتكون الفرحه ديالهم تفرحوا بداك الشيء اللي جبت لهم. كتجي كتفاجئهم كيف ما كانت الهديه كبيره ولا صغيره؟ كتفاجئهم مع المفاجاه. ها وكتفرح؟ انا بدي علاش ما يفرحوا؟ هذا بدي لا ضروري من الفرحه. كي كانت الهديه كبيره ولا صغيره ضروري يفرح ما يشوفش زعما الهديه اللي كانت. هاكداك واحد الا جبتي لي شي هديه كيكون كتكون مفاجاه. مزيان وتيدعوا معاك يقول لك الله يفرحك. ايوا داكشي اللي كاين. ايوا سيدي محمد الله يفرحك وكنقول لك مبروك عليك كتفوز معنا بعام ديال الوقود مهدى لك من طرف افريقيا على اذاعه ام اف ام. بارك الله فيك الحمد لله اللهم لك الحمد. ايوا الحمد لله مشكور والحمد لله. كي جاتك دابا هاد الربحه هادي؟ واه مفاجأة نيت هذيك يا عام مفاجأة ديال بصح المازوط راه ماشي سهلة. كي جاتك العشرة ديال الدوام مع افريقيا؟ العشرة ديال الدوام والله عمرها دار هي فرحتنا بعد الحمد لله. وهذه هي العشرة نيتي واشنو واش سهلة العام ديال المازوط راه ماشي سهلة. ايوا سيدي محمد مبروك عليك مرة أخرى كتفوز معنا بعام ديال الوقود مهدى لك من طرف أفريقيا على إذاعة أم أف أم. والمسابقة راه مستمرة إلى غاية 15 دجنبر وحتى نتوما مستمعي الكرام إلا بغيتو تربحو وتشاركو معنا في المسابقة سهلة ما عليكم إلا تكونوا أعضاء في نادي فيديليتي أفريقيا وتسالكم يدرم الوقود وتاخذوا لاكارت فيديليتي. وإلي ما كنتش عضو في النادي خاصك تشارك في المحطة وتسالك 100 درهم الوقود وتاخذ لاكارت فيديليتي ديال محطة أفريقيا وربحوا معنا يوميا عام ديال الوقود قود مهدى لكم من طرف افريقيا. هذه هي العشره ديال الدوام والا فلا. قدمت لكم فقره العشره ديال الدوام من طرف افريقيا.